اليوم حضرت اللجنة المكلفة بتنظيم كأس العالم الخاص بالمحامين، ثم تتعرفوا بأنه كان المفروض أن تمر في ظروف اللي هي طبيعية، ولكن كوفيد 19 حال دون تنظيمها في التاريخ اللي كان محدد اللي هو أعتقد شهر ماي 2020 بتكليف من السيد النقيب الأستاذ الحميدي. حضرت مع هذه اللجنة الآن مقر ديال المجلس الجماعي لمدينة مراكش، وبالمناسبة أنا تنشكر السيدة العمدة على حفوة الاستقبال في الشخص النائب الأول ديالها الشريف الإدريسي، وتبادلنا الآراء. المفاجأة اللي كانت هي أننا لقينا الملف الخاص بهذه التظاهرة بيد السيد النائب الأول، وتعطته العناية الكافية سواء من المجلس السابق وهذا ولا من المجلس الحالي، ما يؤكد على أن الأمر أخذ بجدية. احنا تنتمناو من الله انهم مدينة مراكش تكون الظروف مواتيه باش يمكن ليها تحتضن هذه التظاهره اللي ربما حسب التصريحات ديالهم راه الان اكثر من 3000 محامي ومحاميه غادي يحضروا، تقريبا اللي مسجله الان 46 دوله من مختلف دول العالم، واللي بالمناسبه رفضت انها تطلب استرجاع المبالغ اللي كانت ادت لهذه الجمعيه هذه للمنظمه ديال كاس العالم، وهذا يدل على اصرارها بالحضور الى هذه المدينه. الحمد لله التجاوب كاين مع المجلس، لانه ما يمكنناش حنايا بدون المجلس ما يمكن ليناش ننجحوا هذه العمليه، وبالتالي من خلال الحوار اللي دار بيناتنا جميع المساعدات اللي يمكن لها نحتاجوها وتحتاجها التظاهره، ووعدونا باش غادي يوفروا لنا، واعتقد على انه مدينه مراكش تستاهل اكثر، ومع القياده الجديده لهذا المجلس هذا اللي هي زميله ووجود زميله اخرى كذلك نائبه ديال السيده العمده، والعلاقات الطيبه اللي تجمعنا، وهذه التظاهره لا تخص المحامين فقط ولكن تخص جميع المراكشيين، وان شاء الله راه غادي نكونوا غادي يكون التنظيم جيد جدا بمشاركه ديال الجميع، وشكرا.